احنا دلوقتي في البداية خالص ومعانا اتصال تليفوني مع نجمة. يمكن اما انا وانتي كنا بنتكلم على طول، وانتي دايما بتتكلمي عنها بشكل انها بالنسبة لك حد مختلف وحد بتحبيه جدا جدا من زمان، ويمكن اتعاملته وهي عملت معاكي اكتر من عمل وكبرتوا مع بعض. واقول لك انتي اللي تقولي الو. هي عموما هي الفنانة الجميلة ليلى قوي قوي. علوي. بالظبط كده. يا حبيبه قلبي مني يا ميمونه، وحشتيني. وانتي قوي 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 يا ليلى. انا قلت لهم انا لازم انا اول واحده اتكلم. حبيبتي انتي حبيبه قلبي وانتي اكتر واحده عارفه انتي ايه بالنسبه لي، والناس لازم تعرف ان انا من زمان من اول بحب السيما من قبل اي حاجه في الدنيا. انتي طول عمرك جدعه معايا، وطول عمرك عينك عليا، وطول عمرك بتقولي لي كلام جميل، وطول عمرك بتحسسيني حلو تجاه شغلي ونفسي. وللناس ما تعرفوش كده فعلا، انا مش بقول حاجه كده، انتي فعلا موهوبه بسم الله عليكي ما شاء الله، ومجتهده وذكيه ولماحه وحبوبه. اهو انت يا ليلى يا حلوه الحلوان، بتصوري من نفسك وبتحبي السينما وبتحبي الفن وكده، يعني انت شغله حلوه، انت احلى حاجه في العالم. وبجد انا يعني بجد بجد انا مش هاخد ده ليا، انا لازم الناس، عشان انت بتبقي لوحد يعني مش لوحدك، انت قافله على نفسك، الناس ما تعرفش قد ايه انت جدعه، الناس عارفه قد ايه انت ست زي القمر وقد ايه انت ممثله عظيمه، بس الناس ما تعرفش قد ايه انت ست جدعه وبتدلعي حبايبك. ولا يمكن حد فينا من اللي احنا، انا فخوره ان انا بعتبر نفسي قريبه منك، انا فخوره بده، يعني انا بعد نفسي كده من صحابك تلزيق يعني بالعافيه كده. وانا مبسوطه ان انت في حياتي، وان انت حلوه كده معايا وبتحسي بيا وبتدلعيني. انت اللي بتدلعينا يا ليلى، وانت بتاخدي بالك علينا، وانت اللي جدعه قوي معانا، وانت اللي كلك حب، وانت اللي شعله حب وحنان وطاقه ايجابيه بجد. والله بجد هي جميله وبتعمل روح فظيعه. الجميله ليلى علوي طبعا، يعني بحييكي. ولو قلت لك الكلام اللي كانت منى بتقوله لي، طبعا انا ومنى صحاب جدا جدا انتيم، لو قلت لك الكلام اللي كانت بتقعد تقوله لي، والله يا مدام ليلى، يعني يا مدام ليلى يا ليلى مش عارفه اعمل ايه، ليلى طبعا. ولكن كل يوم وانتوا بتصوروا مع بعض الماء والخضره بجد ممكن يعمل حلقات وحلقات، ودي مش مجامله خالص يا ليلى بجد. عشان كده كان لازم النهارده تكوني معانا، واول اتصال تليفوني، لان هي برضو ان انتوا بلغتوني، وميرسي ان انا معاكم. ميرسي قوي يا ليلى. انا بقول لكل الناس يا منى يا جميله، بتحبك قوي وانا بحبك قوي، انا بموت فيكي، وعايزاكي تبوسي لي راس مامتك، والف الف الف سلام عليها. ربنا يخليك ليا، ربنا جميله. ومنى انسانه جميله، ويعني انت قابلتيها على مراحل حاجه للحياه الحلوه. انت قابلتيها في مراحل مختلفه، اتطورت فعلا مع المراحل دي يعني. مع بعض بحب السيما طبعا، يعني حديث الصباح والمساء كده. من حديث الصباح والمساء، وبحب السيما، ومع الاستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه، ورضوان الكاشف كانت فظيعه، وبحب السيما كانت فظيعه، وحديث الصباح والمساء، وفي كل الافلام بقى اللي عملتها بعد كده، رومانسي وكوميدي. يا حبيبتي يا ليلى. وليلى بقى واخيرا في الرائعه اللي كانت موجوده في رمضان اللي قبل اللي فات، يعني كانت استاذه يعني. لا يا استاذه يا عظيمه، يا استاذه يا عظيمه. انا لن يعني في مواقف كتيره قوي 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 طبعا انا بجد بقعد افكرك بيها، وانت علشان انت جدعه باي نيتشر مش بتفتكريها. ومن بحب السيما، ومن حديث الصباح والمساء، والماء والخضره ووجه الحسن، وحديث الصباح والمساء، وافتكر ليلى مواقف كتيره جدا جدا، وبجد ومن قلبها والله ليلى علوي. وكمان انت اختي الصغيره يعني، ما انا دي حاجه كبيره قوي قوي عندي، دي حاجه كبيره قوي قوي عندي. انا عايزاكي تستمتعي بالحلقه وتمتعي كل جمهورك اللي بيحبك وبيسمعك دلوقتي، وعايزه كل الناس تكلمك وعشان يعرفوا كلنا بنحبك قد ايه. انا بموت فيكي، وانتي احلى بوكي ورد، اول بوكي ورد جالي بعد اول جايزه النواره. ربنا دايما يديمك عليا يا حبيبه قلبي، دايما بالنجاح. هي ليلى علوي فنانه كبيره وبتحتضن الناس دايما طبعا. وانا اكتر حاجه بحبها في ليلى علوي، يمكن لما بتحب بجد طبعًا، وبتثق طبعًا، بتثق بجد طبعًا. ولو فعلا ليلى علوي من النوع ما بتعرفش تجامل طبعًا. ده بجد يعني انا دي حاجه يعني في ناس ممكن تبقى لذيذه بتعرف تجامل، بس ليلى علوي
ما بتجاملش كتير. ليلى علوي ما بتحب، بتحب بجد، بتحب صحيح. بصدق بجد صحيح. اللي بتقربهم من حياتها دول ناس معينين. اعتقد انا كده فهمت شويه على ليلى علوي. جدا طبعا طبعا. الجميله والمختلفه. وبحبكم بنموت فيك يا ليلى، بنبوسك ومستنيين الفيلم قريب ان شاء الله. مبروك على كل حاجه يا حلوه الحلوات. الفيلم قريب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ميرسي يا حبيبتي. مبروك يا لولو. بنبوس فيكي يا لولو. ربنا يخليكي. ببوسك يا رب. ببوس. باي باي.